عندنا العجينه محتاجه ايه؟ محتاجه 6 كوبايات من الدقيق وكوبايتين ميه دافيين. 6 كوبايات من الدقيق، خلوا بالكم ان الستة دول ممكن قابلين للزياده وقابلين للنقصان. كوبايتين ميه دافيين، معلقتين كبار خميره فوريه، 6 معالق كبار سكر، 6 معالق كبار حليب بودر، معلقتين صغيرين من الملح، نص كوبايه من الزيت، معلقه كبيره بيكنج بودر. خميره وبيكنج باودر في عجينه واحده. وهقول لكم ايه الفايده من دي ومن دي. طيب الحشوه بتاعتنا النهارده ايه؟ ادام قلنا حشوه يبقى احنا اللي نتعامل مع اي حاجه موجوده عندنا في الثلاجه. ربنا النهارده كرمنا بايه؟ بلانشون فراخ، معايا بسطرمه وفرماها، معايا طماطم مسلوقه زي ما انتم شايفين كده عشان اعمل منها صلصه البيتزا، معايا كمان 2 معالق كبار توم للصلصه، فلفل حامي ممكن تشيليه لو مش عايزاه، معايا زيتون اخضر شرايح، معايا فلفل الوان، والفلفل الالوان هدبله مش عايزاه ان هو يفضل سليم علشان ما يقرش معايا ويبقى فيه تكه لما تستوي. ونفس النظام هحط الصلصه معاكم دلوقتي على ما نبدا ان احنا نفرد الرول بتاعنا. ادام حشوه اعملي اللي انت عايزاه. طب انا النهارده عامله لانشون وبسطرمه وزيتون وفلفل والكلام ده كله، لو انا عندي لحمه مفرومه مش تنفع؟ لا طبعا تنفع. عندي فراخ متعصجه مش تنفع؟ لا طبعا هتنفع. اهم حاجه الحاجه اللي تحطيها وتحشي بيها وانت بتلفي تبقي حنينه على العجينه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ما اجيش مثلا حاطه في دماغي ان انا هحشي الرول بتاعي فراخ واقطع قطعه الفراخ كبيره شويه كده، شيء طبيعي ان انا لما اجي الف رول العجينه هتقطع معايا وتتخرم. فعلشان كده نراعي نفسنا، نراعي المقادير واحنا بنستخدمها او نراعي الحشوه ان هي تكون مفرومه او ان هي تكون متقطعه حتت صغيره قوي على ما تستوي تبقى ناعمه معانا وهي بتتحشي. طيب هنبدا بايه دلوقتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل الصلصه وفي نفس الوقت هقول لكم انا ليه حاطه، بسم الله الرحمن الرحيم، ليه حاطه في العجينه بيكنج باودر وخميره. طيب هنبدا الاول بسم الله كده. عندي حبه زيت، حطيت حبه زيت حلوين كده، ورحت حاطه الثوم يا دوب ان هو بدا يصفر، رحت نازله بالزعتر، وبعد كده طشيتهم بالطماطم اللي هي تعتبر متسبكه ومش هتاخد وقت جامد على النار. عملتها ازاي؟ مسكت الطماطم وهي سليمه، حطيتها في حله بعد ما غسلتها، ورحت حاطه معاها كوبايه من الميه، بدات ان هي تغلي، وطيت عليها النار، بدات تطلع الميه بتاعتها، بدات القشره بتاعتها تكشكش كده، بدات ان انا اعمل ايه؟ اقشرها واضربها في الخلاط. مجرد ما قشرتها وضربتها في الخلاط عندك اختيار من اتنين، يا ان انت تصفيها يا ما تصفيهاش، سواء كده ماشي سواء كده ماشي، اهم حاجه ان القشره اتشالت يبقى انت مش محتاجه تصفيها. لو عايزه بقى ان هي ما يكونش فيها بذر هتصفيها زي ما احنا ما عملنا، البذر بالنسبه لك ما فيهوش مشكله يبقى هتسيبيه بالشكل ده كده. حطيت لها ملح وفلفل اسود وبس ومش عايزه حاجه تاني. طيب الناحيه التانيه هعمل ايه؟ انا قلت لكم ان انا مش عايزه الفلفل اللي احنا هنحشي بيه يبقى صحيح، يعني يبقى صاحي كده يبقى يقرص، لا احنا عايزينه متدبل شويه. عندي طاسه على النار، حطيت حبه زيت ورحت حاطه الفلفل الالوان والفلفل الحامي ورشه الفلفل بدا يطلع الحرقان بتاعه، ورشه ملح ورشه فلفل اسود، اكتر من كده مش عايزه، يكبل بس معايا كده اهو وابدا ان انا اشتغل بيه. طيب اهم حاجه عندي ان الخلطه اللي انا عاملاها دي اللي هي الفلفل عشان يدبل كده لازم تتعمل وتدبل شويه، اسفه لازم تتعمل وتبرد شويه بالشكل ده كده على ما اعمل الرول بتاع الحشوه. اهي نركنها كده ونجيب بقى رشه الدقيق ونجيب النشابه بتاعتنا ونشوف الرول هنعمله ازاي. العجينه لما بتتخمر كويس وبترتاح معانا كويس بتلاقوها شغاله زي الفل. بصوا بالشكل ده كده تتفرد رول كبير. طب انا عايزه اقول لكم على حاجه، الرول ده انا استحاله هيتلف الطول ده كله والعرض ده كله رول واحد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان كل دي مش هتبقى لفات، فانا هقسمه على 2 وانا بلف وهوريكم دلوقتي هعمله ازاي. شايفين ما شاء الله العجينه مرتاحه حلوه قوي ومتخمره كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. بالشكل ده. فاضل ايه دلوقتي؟ الصلصه عندي كده تمام وزي الفل، ريحتها هايله جدا وشكلها كمان هايل. هعمل كده بسم الله.
هسيبها تهدى شويه. وادي الناحيه دي الفلفل برضو تمام وزي الفل، هشيله من على النار واسيبه يهدى شويه واطلع فاصل لحد ما يهدى شويه، وعشان يهدوا اسرع معايا علشان ما يخرموليش، وعلشان يهدوا معايا وما يخرموليش العجينه، علشان هم سخنين والعجينه لو نزلت عليها سوائل سخنه هتبدا ان هي تخرم وتسيح. هعمل ايه؟ هحط الصلصه دي في بوله واحطها في الفريزر. بسم الله، علشان ان هي تهدى اسرع عشان ابدا ان انا استخدمها. ونفس النظام بالنسبه للفلفل. هحطهم في الفريزر كده في الفريزر على ما نطلع فاصل ونرجع يكونوا هدوا شويه علشان ابدا اشتغل بيه. لكن عندكم ممكن اصلا تعملوا الصلصه دي قبلها بيوم وتيجوا تطلعوها تاني يوم تستخدموها على طول. الفلفل اعملوها بس قبل ما تعملوا العجينه وسيبوه يبرد علشان لما تيجوا تشتغلوا ما تضطروش تعملوا اللي انا هعمله ده. انا هعمل ده كده علشان طبعا مش عامله من الصلصه والفلفل نسخ وسايباهم يبردوا، فهسيبهم في الفريزر يشدوا بس شويه كده ويسقعوا ويهدوا، وبعد كده نرجع من الفاصل نشتغل في البيتزا الرول بتاعتنا ونشوف مقدار العجينه اللي احنا عملناه ده عملناه ازاي، ايه اللي حطيناه قبل ايه، ونرجع نحشي الرول بتاعنا ونبدا حطيت الصلصه والفلفل في الفريزر، تعالوا بقى نطلعهم دلوقتي علشان نحشي الرول بتاعنا ونبدا نسوي. قبل ما ابدا شغل في اي حاجه، الفرن عندي شغال على درجه حراره 200 يا عمار، درجه حراره 200 فوق وتحت عشان يديني التسويه الحلوه اللي انا عايزاها. طيب واحنا بنعمل الرول كده او احنا بنحط الصلصه بتاعته، بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا البوله من بره اه ساقعه بس الصلصه لسه تمام، بس ربنا يسترها معانا ان شاء الله. وهنبدا ان احنا اشتغل بالراحه كده او اشتغل بسرعه علشان العجينه ما تلحقش ان هي تخرم مني علشان السخونيه بتاعت الصلصه. بنعمل كده. طيب وانا بعمل الصلصه كده عايزه بقى ارد على الكلام اللي انا قلته في الاول، ان احنا لما بنيجي نعمل العجينه بتاعت البيتزا، انت ليه يا نونا حاطه بيكنج باودر وحاطه خميره في نفس الوقت؟ البيكنج باودر علشان يديني عجينه هشه، يديني كده حاجه مورقه، يديني حاجه هشه ومورقه. طب ما هي كده كده اصلا الخميره هتعمل كده. لا، الخميره في عجينه البيتزا بتديني نعومه وطراوه للعجينه نفسها، يبقى انا عشان كده بحط بيكنج باودر وبحط خميره. الخميره تديني طراوه للعجينه وقوام حلو قوي وتطعيمه حلوه، لكن البيكنج باودر بيديني توريقه وهشاشان للعجينه نفسها او البيتزايه نفسها. كده انا اهو عملت ايه، حطيت الصلصه واشتغلت بسرعه عشان الصلصه بتاعتي تعتبر مش بارده، لكن لو بارده هشتغل براحتي خالص. كده عملت الرول كله بالشكل ده. طيب هبدا ان انا اعمل ايه، هبدا ان انا اعمل كده بالشكل ده تمام وابدا ان انا عشان الف عدل، وابدا ان انا هعمل ايه كده كده. يبقى انا وزعت اللانشون اللي عندي، ابدا امسك كده الرول اللي قدامكم ده او مقدار العجينه ده هيتقسم على 2 مش هيتعمل 1. هبدا بعد كده انقل الرول كده اهو علشان ابدا ان انا، حاضر ثانيه واحده، نلف بس الرول بتاعنا كده علشان نشيل الرولين من بعض. الحمد لله على السلامه. بصوا كده انا بعمل ايه، شايفين كده؟ شايفين؟ شايفين أنا بعمل إيه؟ لميت الرول على بعضه
بالشكل ده كده. انا مش عايزه حاجه تبقى ظاهره من الرول اللي بعمله. ما شاء الله عليه بالشكل ده. عندي ايه؟ عندي الصاجات، زيت، وابدا ان انا اقطع بسكينه حاميه. السكينه اللي هقطع بيها مش هتروح وتيجي معايا، لا هتنزل مره واحده، وهوريكم ازاي دلوقتي. هعمل كده، اما بحط كده بروح مديه يا دوب زي ما بنعمل السنابون، زي ما قلت لكم بندي تبطيطه خفيفه كده. بصوا قفله الرول اللي انا قفلتها فايدتها ايه؟ فايدتها ان انت مفيش فتحه في العجينه تفك منك وتبدا ان هي توسع معاكي في الصاج، لا تحس ان الرول كله واحد اهو بالشكل ده كده. وتبطيطه بسيطه كده معانا علشان فيها خميره وفيها بيكنج باودر، فهي لسه اصلا كمان هتتخمر معانا وتعلى شويه كمان بالشكل ده كده. بصوا كده بالشكل ده، ومش هندهن الوش بتاعها حاجه، انا هدخلها زي ما هي كده. ليه بقى يا نونا؟ علشان انا هدهنها بعد ما تخرج عشان يبقى فيها لمعه، صح يا محمد؟ الفرن بتاعنا شغال على درجه حراره 200، هحطها الفريزه بتاعتنا في الفرن. تعالى كده نبص، بص عليها يا حمدي حلوه كده وهي بتستوي. بسم الله الرحمن الرحيم، ما دهنتش البيتزا حاجه من بره، ما دهنتش البيتزا حاجه، سايباها زي ما هي كده، عايزه ان هي الحمار الطبيعي بتاعها، بس لما تخرج هقول لكم انا هدهنها بايه علشان تفضل طريه وفي نفس الوقت تفضل مديانا لمعه حلوه بالشكل ده كده. نسيبها تكمل تسويتها. دي الرول اللي احنا عملناها، هنطلع التاني واطلع اللي في الفرن هنا كمان عشان نشوف شكلها عامل ازاي. لا لا تمام، ممكن نطلع دي اهي، اللون لو عايزينه ان هو يزيد عن كده ماشي، لكن كسوة هي مستوية تمام وزي الفل. بص كده يا حمدي، بسم الله الله اكبر. شايفين الشكل عامل ازاي؟ طيب هتدهني ايه دلوقتي؟ انا عايزه اعرف انت هتدهني ايه علشان هو فين؟ بسم الله، عايزه معلقتين حليب او بخاخه فيها ميه ايا كان. تمام حلو قوي. بصوا بقى كده طلعت، وعلشان تفضل طريه انا محتاجه ايه؟ محتاجه بخاخه فيها ميه او فيها حليب، والحليب ممكن ان احنا نديله سنه سنه بسيطه كده رشه من السكر، وهعمل كده بسم الله. رشه الميه دي مع السخونيه بتاعه العجين هتدينا طراوه، وفي نفس الوقت هتدينا لمعه حلوه احنا عايزينها، مش عايزه اكتر من كده، عايزاها تفضل طريه معاكي. مجرد ما نرشها بالميه كده نروح مغطيينها بفوطه قطن، نغطيها بفوطه قطن علشان تفضل طريه معانا، سواء البيتزا، سواء بتعملي فطاير، سواء بتعملي قرص طريه، اي معجنات عايزاها ان هي تفضل طريه معاكي بنعمل ايه؟ بروح رشاها كده بخه بسيطه بالميه، وبعد كده اروح مغطياها بفوطه، مغطاهاش بفويل. حد هيقول لي طب ما انا ممكن ان انا اروح مغطياها بورقه فويل من بتاع المطبخ، لا ليه؟ الفوطه القطن هتشرب السخونيه والبخار اللي طالع منها لانها سخنه، لكن الفويل لما الفطاير تطلع بخار هيرد في الفويل يعمل ميه ينزل يبدا ان هو يبوش هالك، فده احنا مش عايزينه، فيفضل ان هي تتغطى بفوطه قطن.
واحد من جوه ونشوف شكل العجينه من جوه مستويه وشكلها عامل ازاي. تعالوا معايا كده يا حمدي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده شايفين، طبعا ده لو ما كانش مستوي كان زمانكم شايفين مطه عجينه وشايفين حاجات. بصوا مستويه وزي الفل. تسلم لي يا رب، ما تحرمش منك. فظيها ازاي؟ علبه بلاستيك تكون بغطا، او لو ما عندكش علبه بلاستيك بغطا، فوطه من جوه من بتوع المطبخ اللي هم النضاف، او عندك لو بالبلدي بتاعنا بتاع امهاتنا كده، احنا يعني كلنا ولاد تسعه، كيس مخده قديم، كيس خداديه، ملايه قديمه واتقطعت منك بس نظيفه طبعا وزي الفل، اقطعي منها حته حطيها في طبق استانلس او في طبق غويط او في طبق بلاستيك غويط كده، وابداي ان انت حطي فيها البيتزا دي او حطي البيتزا الرول وغطيها كده، وغطيها بغطا او بفوطه ثانيه واركنيها على جنب، هتفضل معاكي طريه لمده 3 ايام مثلا. بس طبعا خلي بالك ان هي فيها طماطم، هي اكيد مش هتقعديها 3 ايام يعني. خلي بالك ان هي فيها طماطم. عايزه تعملي منها كميه وتفرزيها في الفريزر. طيب لو احنا عملنا منها كميه وفرزناها، طبعا هتتفرز من غير حشوه، تتفرز عجين بس متشمع، عجين بس متشمع. يعني ايه النونه اللي انت بتقوليه ده؟ يعني بعد ما قطعناها بالشكل ده اللي هو الدوائر زي ما قطعناها مع بعض كده، بنعمل ايه؟ بديها تخريمتين بالشوكه كده او ثلاثه واحطها في صاج وادخلها الفرن الخمس دقائق او العشر دقائق، اتشمعت طلعتها بردت خالص، بدات بعد كده امسك الاطباق اللي هي الفل اللي احنا بنفرز فيها وابدا ارص، وابدا ان انا احط طبقه ثانيه وابدا ارص كده في الشكل الطبق واقفله واحطه في الفريزر. طيب اتفرزت، جيت وقت عشاء او وقت افطار ومستعجله، اروح مطلعاه اسيبه يفك شويه واروح عامله الصلصه، ما عندك صلصه الطماطم بتاعت البيتزا دي، معلقتين صلصه مع معلقه زيت، تفكيهم مع بعض، دهنتي، حطيتي الحشو، حطيتي في الفرن، كملت التسويه بتاعتها وطلعت معاكي زي الفل، ما خدتش معاكي اي وقت خالص. متهيألي اسهل من كده مفيش، عجينه مضمونه.